بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. نقدم روحي، أنا فتحي بوقديدة، طبيب نخدم في الحمامات، صاحب عيادة خاصة، ابن الحاج علي بوقديدة والحاجة عيشوشة بنت عمرو مسعود، الله يرحمهم وربي إن شاء الله يرضيهم علينا، لأنه ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله بفضل رضاهم هذا ربي يوفقني باش نخوض هالمغامرة السياسية هذه ونخدم بلادي ونكون في مستوى الأمانة اللي مش صوتوا لي أنتم باش نكون عضو في مجلس نواب الشعب في قائمة حزب الإصلاح والتنمية دائرة نابل 2 واللي رمزها مفتاح. فهذه مسؤولية كبيرة وأمانة كبيرة وعهد مش ناخذه بيني وبينكم، والعهد هذا صعيب. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الإسراء: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. إذن احنا لما قمنا بالثورة من بين الشعارات اللي قلناهم هما خبز وماء وبن علي لا، اي نعم خبز وماء وبن علي لا، يزمنا نفهموها شي معناتها، معناتها يزمنا نعيشوا على الخبز والماء وبن علي لا، بن علي مشى. إذن نصبر وطريف على الخبز والماء ونعيشوا مدة عام عامين ثلاثة أربعة، نصبروا بشوية مشاكل اجتماعية صحية سياحية ثقافية فلاحية، كل مشاكل ما هيش مشاكل جت من الثورة، هذه مشاكل متراكمة من 50 سنة، ولكن الثورة هي اللي مكرت باش نعرفوهم وباش نشوفوهم، هي اللي عارت الخطا، هي اللي عارت حرية الإعلام، هي اللي جابت الناس الكل تتكلم. أنا واحد من الناس بقولش تصور روحي نهار من المرات باش نجي نحكي في التلفزة، هذا بفضل الثورة، وهذا ماهوش سهل وماهوش معناتها أنا بورتي في وقت اللي كنا في وقت الاستبداد. دونك يظهر لي لازمنا نصبر ونحبوا بعضنا، مش نفرقوا في الشعب التونسي إلى علماني وإسلامي. دونك أنا في عادتي خدمة الشعب هذا وخدمة المواطنين، والمكتب متاعي مفتوح لكل المواطنين. دونك حبيت نوسع النطاق وحبيت نوسع الرقعة من التدخلات متاعي في سبيل هيك المرأة الأرملة اللي تربي في الصغار وما عندهاش باش تاكل، نكون أنا واسطة ونكون همس توصل. في سبيلك الزوالي اللي قرر وليداته ولقى دبلومات في الدار ما يعمل بيهم حتى شيء. في سبيل أكل رجل الأعمال اللي الدوسي متاعه واقف وما تحاثرش على رخصة متاعه باش يضغط. ولذا نحب نقول لكم تختاروا الرجل المناسب في المكان المناسب، وتختاروا ويوجدوا في النار ما لا يوجدوا في البحر. ولذا نطلب منكم باش تصوتوا لقائمة نابل 2 حزب الإصلاح والتنمية اللي العبد ضعيف مرئسها، وهذه رمزها المفتاح، وإن شاء الله ربي يفتح علينا ويفتح على البلاد الكل.